النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين. مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية يعقد اجتماعه لمناقشة خطته للأعوام 2020-2023 وإقرارها. وزارة التربية تصدر نتائج مفاضلتي معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية. أهلا بكم. مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية يعقد اجتماعه لمناقشة خطة المركز للأعوام من 2020 حتى 2023 وإقرارها. ووزير التربية يؤكد أهمية تنفيذ اقتراحات وتوصيات مؤتمر التطوير التربوي بما يخص المناهج. ريم غانم والتقرير الآتي. في الاستمرار بعملية التطوير والتحديث للقطاع التربوي، عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية اجتماعه بحضور وزير التربية عماد موفق العزب. ناقش الاجتماع مقترحات وتوصيات المؤتمر التربوي الوطني بما يتعلق بالمناهج التربوية واعتمادها ضمن خطة عمل المركز، بالإضافة إلى خطة المركز الوطني للأعوام من 2020 وحتى عام 2023 وإقرارها. فيما يتعلق بالتوصيات تبع المؤتمر، نحن يعني لحتى وصلنا لهذا الشكل كان في سلسلة اجتماعات. نحن عقب انتهاء المؤتمر مباشرة تم تشكيل لجنة مؤلفة من السادة معاونين الوزير والمدراء ذو العلاقة بالتوصيات تبع المؤتمر. حطينا نحن التوصيات وحطينا كيف ممكن نحن نشكل مصفوفة عمل لهالتوصيات هاي بشكل متكامل. قسمنا التوصيات وقلنا انه كل قطاع شو بصيبه، معاون الوزير هو والإدارات اللي بتتبع له، أو إن كان المركز أو الكتب المدرسية أو كل جهة على حدة. هلأ نحن لحتى وصلنا لهذا الشكل هي مانا مرحلة نهائية. هلأ لا شك أنه بدها تنزل بشكل هرمي، هي لحتى وصلت لهون. هلأ حضراتكم حتشوفوها، أي حدا عنده ملاحظة بنستدرك الملاحظات اللي هون بترد بترجع، يعني هي مو مباشرة للتنفيذ، بترد بترجع للوزارة، الوزارة بتخرجها بفولدر أو بمجلد واحد ويتم عرضها على اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر لحتى تدرسها دراسة على اللجنة العلمية وعلى المجلس الاستشاري. وهذا الحكي خلال أقل من 15 يوم بيكون منتهي بعد ما يتم إقرارها من هالجهتين الدول اللي هن اللجنة العلمية والمجلس الاستشاري. ساعتها بتصدر من الوزارة أنه المركز الوطني لتطوير المناهج عندك هاي الخطة تبعك، والخطة مؤلفة على عدة مراحل إن اقتضى الأمر. بجوز في شيء آني فوري سنوي أو شيء طويل المدى، في شيء بجوز بده تغيير مراسيم، في شيء بده تغيير تشريعات. لذلك يعني نحن هلأ هاي هذا مقترح أو هاي رؤية إدارة المركز، هلأ مطروحة على مجلس إدارة المركز حتى إذا في إلى أي شيء بعد ما ينتهى ويتم إخراجه بترد ترجع على الوزارة مرة ثانية لحتى تقر من جهتين. خرج الاجتماع بنتائج وتوصيات تؤكد على ضرورة الالتزام بالاجتماع الدوري كل 3 أشهر لمجلس الإدارة للوقوف على آخر التطورات وتلافي الثغرات والأخطاء. هلا نحن بالبداية كما تعلمين جدول مجلس الأعمال بدأ أعماله بتوصيات مؤتمر التطوير التربوي ووضعها في ضمن خطة تنفيذية ضمن رؤية وزارة التربية ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة. تم بعدها مناقشة خطة المركز تتكون من 15 بند، وهذه الخطة معروضة بمجلس الإدارة السابق. تم تقريبا مناقشة الخطوات النهائية اللي تمت فيها والخطوات التنفيذية على مدى عام، هي الخطة 2020-2023، لكن نحن وضعنا خطة تنفيذية لل 2020، وبالتالي تم مناقشة وإغناء وإقرارها. أيضا تم مناقشة الخطة الاستثمارية اللي بتتضمن هذا العام منصة تربوية في حماة، وفي العام القادم 3 منصات تربوية، واحدة ستكون في الشمال السوري، واحدة على الساحل، وواحدة في الجنوب.
هي اجتماعات تهدف إلى تصحيح العمل التربوي والنهوض به من خلال الإضاءة على مكامن الضعف والعمل على تحسين نقاط القوة. أصدرت وزارة التربية نتائج مفاضلتي معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية في المحافظات للعام الدراسي 2019-2020. ودعت الوزارة الطلاب الناجحين إلى استكمال إجراءات القيد والقبول في المعهدين المذكورين حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في 19 من كانون الأول القادم. مديرية التربية في حماة تقيم حفلا فنيا منوعا تضمن فقرات تراثية وأغاني وطنية احتفاء بالعيد 51 للشبيبة. وليد سلطان والتفاصيل. مثل عيد 51 لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، أقام فرع الشبيبة بالتعاون مع مديرية التربية في حماة احتفالا فنيا منوعا على مسرح مجلس مدينة حماة. بمناسبة العيد 51 لاتحاد شبيبة الثورة، طبعا تحتفل اليوم مديرية التربية في محافظة حماة بالتعاون مع فرع اتحاد شبيبة الثورة في حماة تقيم احتفالا بعيدها 51. طبعا نؤكد أن الشباب هو قوة للمجتمع، ونحن نعد هؤلاء الشباب من أجل بناء الوطن إعدادا علميا ثقافيا اجتماعيا إن شاء الله جيدا لبناء هذا الوطن الغالي. في إطار احتفالاتنا بمناسبة 51 لعيد الشبيبة، لعيد منظمتنا الغالية، أقمنا عددا من الفعاليات الهامة ومن ضمنها هذا النشاط الموسيقي المتميز، حفل كورالي بالإضافة إلى فنون شعبية. هكذا هي الشبيبة في كل مجالات الإبداع، في كل مجالات المجتمع تعمل. اليوم دور الموسيقى، بالأمس دور العمل التطوعي، قبله في ضريح الشهداء، وفي مسير ضخم في مدينة حماة. أستهل هذه المناسبة لأقول لاتحاد شبيبة الثورة ولجميع السوريين والقيادة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس القائد المفدى بشار حافظ الأسد، كل عام وأنتم بألف خير، دامت الأعياد والانتصارات لكل سوريا. اليوم عم تحتفل منظمة شبيبة الثورة بالعيد 51، ونحن كمدارس خاصة عم نشارك رفاقنا بالمنظمة هذا العيد، فعالية فنية ومسرح، والحقيقة هو عيد. تخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية الوطنية والطربية. قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لمديرية التربية مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية من تدريب المسرح المدرسي. هلا نحن اليوم شاركنا بعيد الشبيبة بالتعاون مع مديرية المسارح والمسارح والأنشطة الفنية بالتربية والشبيبة. نحن فرقة أنغام الطفولة، قدمنا اليوم أغاني وطنية وأغاني من التراث وأغاني قديمة. كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بفرع الشبيبة بحماة العديد من الفقرات التراثية والدبكات الشعبية. كل عام وانتم بخير وحلوة كتير، بتجنن، وأنا شاركت لأنه بحب هاي المشاركات هالأعياد الحلوة. والله حسيت تفاعل كتير حلو، انبسطنا وتعبنا كتير مع الأنسة عزة، وكل الشكر للأنسة عزة طبعا. طبعا أنا أشعر بالشرف في مشاركتي في هذا الاحتفال. مبروك للشعب العربي السوري، واليوم مبارك فيكم باحتفال عيد الشبيبة 51، وفرحة الشعب هون مبينة كلاتنا ايد وحدة. الشبيبة هو وطن، والوطن كتير مهم بالنسبة لنا، كتير قدم لنا، فنحن في دار الوطن. مبارك لكم العيد شباب الوطن، فالمستقبل ينتظركم لبناء مجده ورفع رايته عالية خفاقة في السماء. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. نبقى في حماة. مدير التربية يحضر المجلس السنوي لوحدة الشبيبة في الثانوية المتفوقين ويستمع إلى طروحاتهم ويحثهم على متابعة الجهد والمحافظة على التفوق. وليد سلطان والتقرير التالي. وموضوعية، عبر الطلاب في ثانوية المتفوقين الأولى بحماة عن طموحاتهم ورغبتهم أن تكون الثانوية في المقدمة دوما بالمسابقات والأنشطة. جاء ذلك خلال عقد المجلس السنوي للوحدة الشبيبية الذي انتخب قيادة وحدة جديدة تتمثلهم في اللجان والفعاليات. تجسيدا للتشاركية بين وزارة التربية وأيضا منظمة اتحاد شبيبة الثورة، دائما نحن في الفعاليات المشتركة
نقوم بالتعاون المشترك من أجل نحصل على نتائج جيدة إن شاء الله تعالى. طبعا تم طرح بعض الملاحظات والأسئلة من قبل الطلاب وتمت الاستجابة إليها. طبعا يترافق عيد الشبيبة لهذا العام مع هذه المحطات النضالية الهامة التي هي الوحدات الشبيبية الانتخابية. اليوم نلاحظ الدور النقابي للشبيبة يتفعل جدا ضمن هذه الوحدة، أرى حماسة كبيرة في الترشيح، وهنالك عدد من الأسئلة التي طرحوها علينا وعدد من المتطلبات للعمل. نحن نسعى دائما نحو تكاملية الأدوار ما بين التربية والشبيبة. هلأ الطلاب كرفاق الشبيبيين بتمنى دائما يكون عندهم شفافية بطرحهم بمقترحاتهم، وبنفس الوقت مثل ما يطلبوا انه نؤدي واجبنا اتجاههم يؤدوا واجبهم اتجاه وطنهم واللي هو التفوق والتميز بشكل دائم. هذا وتمنى الطلاب من قيادة الوحدة أن تكون صوتهم الجريء وتمثلهم على النحو الأفضل في الاجتماعات وتطرح كل ما من شأنه مصلحة الطلاب والعملية التعليمية. نحن اليوم عم نشارك بانتخاب قيادة الوحدة الشبيبية، رح ننتخب 14 شخص منا، كل المدرسة رح تشارك بهذا الانتخاب لأنه له دور كتير كبير بالمدرسة. رح يكون في نشاطات وفي رح يكون هو اللي رح يلبي كل طلبات الطلاب. تم تقديم المداخلات، قدمنا الطلبات واللجنة اللي بتنها طبعا، وكان في طبعا مداخلات بالنسبة للتربوية وكمان يعني منهج العلمي وأنه بناء الطلبات كلها. هلا هو ممكن كتير يساعد الإدارة المدرسية بأنه يشجع الطلاب على أنه ينفذوا أنشطة. في بعض الطلاب أنه في عندهم ضعف أنه في عندهم ضعف حتى يتقدموا لممارسة النشاط، بقى بتساعد كتير الإدارة المدرسية. هلا هي يعني مداخلات جوهرية ويعني فعالة بمدرستنا وتعد المجالس السنوية محطة هامة يطرح من خلالها آلية تطوير العمل ودراسة الأمور التنظيمية، ويمارس من خلالها النقد والنقد الذاتي الذي من شأنه تصويب العمل والنشاط بالاتجاه الصحيح. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. بالتزامن مع انتخابات ورفاء الطلائع بسوريا، مدرسة الشهيد نبيل حلوم في محافظة اللاذقية تقوم بتجربة جديدة للانتخاب عن طريق الاقتراع. بتول شيحة والتفاصيل. تم انتخابي بأن أقوم في حصص الفراغات بنشاطات مفيدة. بالتزامن مع انتخابات عرفاء الطلائع في سوريا، ينتخب طلاب الحلقة الأولى في مدارس اللاذقية عرفاء للصفوف. مدرسة الشهيد نبيل حلوم تقوم بتجربة مميزة وجديدة، حيث ينتخب فيها الطلاب زملائهم بطريقة الاقتراع. اليوم حبينا بوحدة الشهيد نبيل حلوم أنه نعمل شيء مختلف، شيء جديد لانتخابات العرفاء. هو ليس مخالف للتقاليد، ولكن عرفنا بالعرفاء أنه بيصير ترشيح وبيصير انتخاب ضمن الصف. اليوم حبينا نعمل لهم تجربة جديدة، نقل ما يحدث بالمجالس الانتخابية للكبار بمجلس الشعب، يعرفوا كيف ممكن الواحد يرشح نفسه وكيف يقترع ضمن صندوق انتخاب. تجربة رائعة جدا، وتجربة بتعلم الطفل الديمقراطية، تجربة بتخلي الأطفال إذا كان عندهم شك أنه كيف عم يوصل عضو مجلس الشعب ولا غيره، أنه هو بالأخير هو اللي عم ينتخب. نحن عم ننبه أنه ما حدا عم يتدخل فيكم، فإذا هي حرية مطلقة، انتخبوا اللي بيمثلكم، انتخبوا اللي بتشوفوه أفضل لكم. في هذا اليوم جميع وحداتنا الطلعية على مساحة المحافظة يؤدون تحية العلم الصباحية، حيث سيطلق شعار تحية إلى تشرين التحرير. هذا الشعار سوف يعمل به خلال الأسبوع كامل، وفي نهاية الأسبوع هناك تحية علم مسائية تقرأ تلقى بطاقة شهيد. هناك أيضا فعالية اليوم انتخاب عرفاء الطلائع والفرق. في هذه الفعالية نعلم أطفالنا كيف ينتخبون من يمثلهم في التنظيم الطليعي. الرفيقة الطليعية شمس حمدان. شو عم تعملوا اليوم؟ اليوم في وحدة الشهيد نميل حلوم سوف نجرب الصندوق الانتخابي، حيث سننقل تجربة الحزب الكبير إلينا نحن طلائع البعث. أنا بدي انتخب عريف الصف على أساس أنه هو متفوق دراسيا وسلوكه جيد.
قمنا اليوم بانتخاب عريف للفرقة يكون قدوة لنا في السلوك الجيد والتفوق الدراسي. نقوم اليوم بانتخاب عريف فرقة يتحلى بالسلوك الجيد والمعرفة الطليعة والاجتهاد. تهدف هذه الفعالية إلى تعليم الرفيق الطليعي الديمقراطية وأسس الانتخابات وانتقاء الشخص المناسب والمميز. لقناة التربوية السورية بتلشيحة اللاذقية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مركز القياس والتقويم يصدر نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة. أهلا بكم من جديد. أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة دورة أيلول 2019 لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية. وأشار المركز إلى إمكانية الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويعد النجاح في الامتحان الموحد شرطا للتخرج والحصول على علامة 60%، شرطا للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا. نشرتنا انتهت، هذا تذكير بالعناوين. مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية يعقد اجتماعه لمناقشة خطته للأعوام 2020-2023 وإقرارها. وزارة التربية تصدر نتائج مفاضلتي معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقع وزارة التربية على الإنترنت. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.